بأسلحة خفيفة وبعتاد بسيط يصمد ما تبقى من مقاتلي المعارضة السورية بوجه جيوش نظام الأسد والميليشيات الإيرانية، وأفشلوا مخططها في اقتحام المدينة حتى أجبروها على إدخال الداعم الروسي طرفا في هدنة هشة لم تصمد أمام تعنت النظام باقتحام مناطق سيطرة المعارضة. حصار شديد على المدينة واستهداف يومي بقذائف الهاون وصواريخ أرض أرض وسط اشتباكات عنيفة تدور على أطراف الأحياء. وما يعقد الوضع من جهة المعارضة عدم امتلاكها معدات وآليات عسكرية تصمد أمام قوات النظام المجهزة بكل العتاد الثقيل، إضافة إلى الدعم الإيراني المستمر لها مقابل وحدة فصائل معارضة درعا في محنتها بلا داعم دولي أو محلي. لجنة التفاوض من جانب قوات المعارضة أكدت أن قوات نظام الأسد والميليشيات لا تلتزم بهدنة أو تسوية، محذرة من الهيمنة الإيرانية على جنوب سوريا بعد مرور 40 يوما على حصار أحياء درعا البلد، وذلك عقابا على عدم مشاركتها بمسرحية الانتخابات الرئاسية. لكن دخول ميليشيات إيران على خط القتال ربما يعيد القراءة الإقليمية لما يجري جنوب سوريا، وخصوصا من جانب الدول المعارضة لأي وجود إيراني هناك، لا سيما الأردن التي تتوجس من هيمنة إيران على حدودها مع سوريا. يظهر ذلك من خلال عزوف روسيا عن المشاركة في أي عملية عسكرية لنظام الأسد تكون إيران طرفا ظاهرا فيها، إذ أن روسيا هي ضابط إيقاع الأحداث السورية بالنسبة لما يتعلق بأمن تل أبيب، وخصوصا بالجزئية المتعلقة بالتمدد الإيراني في سوريا.